الجواهر؟ نعم. شو بطلنا نصبح ونسلم؟ عم تشتغل وما حبيت اقطع لك الكونتاست تبعك. كونسنترسيون تبعي يعني هيك بتنقال؟ ايه هيك، ما حبيت انزعلك اي شيء. بالمحل اللي كان لازم اسكت فيه رجعت احكي انا. يمكن هذا الصح، متكبر وبارد، حامي حاله ولابس درع. المتكبر انسان اعمى، بس لازم الواحد يحمي حاله منيح. ولازم نحمي حالنا من اللي منحبه. الحياة هيك مثل التلج، مع الوحدة بحس بالبرد. هذا اللي بختاره؟ لا. وانت بالمناسبة انسان مو بارد ابدا برأيي. يمكن لهلأ ما لقيت اللي بتناسبك، بس لساتك شاب، في كتار عم بيدوروا حواليك ويتسابقوا عليك ويمكن يسعدوك. ليش لا تبقى وحدك؟ طلع حواليك منيح. انت ما عم ترحمني ابدا. شو مفكرني انا بني ادمي كمان وعندي قلبي بيقدر يحس؟ بس في 100 قصة بتطلع وبتمنعني يا نايم بي. قلبي بيكون عم يتقطع وما بقدر اعمل اي شيء غير اني ادفن وسكر عليه بالمفتاح. انا وين وانت وين؟ الفرق بيناتنا مثل الفرق بين الارض والسماء. جواهر بترجاكي توقفي. جواهر، جواهر اذا سمحتي. جواهر عندها مشكلة يمكن، بس ما فهمت شو هي. نفهم شو هي. أنا بعدين بنحكي نعيم بيك. الو نعم. نعيم اوشار؟ ايوه. نعيم بيك يومك سعيد سيدي. ويومك. احتراماتي، عندي موضوع قصير اذا انتم فاضيين. مين معي؟ انا قريب من صلاح الدين مالك. قرايبه. شو اسمك؟ تخلى عن الشراكه مع هذا الزلمه اخي الطيب، ما بيفيدك. انا بعرف معدنه منيح. اولا مين عم يحكي معي؟ ثانيا منين اخذت رقمي؟ هلا هدول تفاصيل. انا حابب ساوي معروف يعني، والطريق باوله بعدين بتندم. الرجال مو مضمون، بيجيب لك بلاوي. بفهم من كلامك انه تهديد. شو المناسبه يا نعيم بيك؟ نحن مو قدكن. شو هي نصيحه محب؟ مالك اغا ما بصير صديق لحدا. ليش ما بصير؟
لأنه رجال وسخ كتير. حاطط نسوانه جنبه معه بالفندق، فهمت؟ هدول شغلات مو مناسبة، يعني ما رح يبقى عندك راحة بال. طلعت عم تهددني مو؟ مين ما كنت أو مين ما كان اللي دافشك علي، مستنيك يا وسخ، وأعلى ما بخيلك اركبه. نديم تعال على الفندق فورا. ماشي، استنى بالبيت جاي. اصحي لحالك جو قاهر، اذا بقيتي هيك بتصيري مسخرة العالم كلهم. لشو البكي؟ شدي حالك لشوف. الرجال عم بيقول انه بحبك، ما بصير. شو المو عاجبك؟ وانه هو وحيد وحياته باردة. انت مو وحيدة يا جواهر؟ وقلبك ما تجمد مثل التلج؟ ما في بحياتك حدا يدفيها ولا رفيق طريق تسندي راسك على صدره وتشكيله همومي. ما منيح اذا صار. نعيم بيك. نعيم حبيبي. قلبي بلش يدوب بس ما عم تطلع على لساني. يا روحي حبيبي. ولك انت بلا عقل هبلة، الرجال عليه دين 22 مليون دولار، مو لازم تحسي فيه؟ روحي على المطبخ يلا.